نحن في موقع الدفاع عن وجودنا وعن حقوقنا الدينية والسياسية المتسالم عليها والتي يضمنها لنا الدستور. مثل هذه الخطابات تشكل جريمة وجناية لا تغتفر بالنسبة لآل خليفة، وكلفتها الباهظة 2 سنين سجن كما قررت المحاكم الخليفية. هذا الحكم شمل كذلك علماء آخرين كالشيخ عزيز الخضران والسيد ياسين الموسوي بالسجن 1 سنة كاملة، وقد سبقهما قبل أسبوع الشيخ علي حميدان بتهمة التجمهر غير المرخص. بهذه الأحكام يقدم الخليفيون دليلا آخر على حربهم المفتوحة ضد رجال الدين ومعتقدات أهل البحرين، فاستهداف العلماء لا يتوقف على سحب جنسية آية الله قاسم ولن ينتهي بالحكم على رئيس المجلس العلمائي السيد مجيد المشعل. هذه الحرب المستعرة مع الأيام قد تفجر وضعا أمنيا تكون ارتداداته على عموم منطقة الخليج، وهو ادعاء توضحه ردود الأفعال التي صدرت من كبار مراجع الشيعة والتي ترافقت مع تحذيرات غربية واحتجاجات واسعة في أكثر من بلد إسلامي. وتبقى مثل هذه التصرفات سببا رئيسيا لتمسك البحرانيين بخيار المفاصلة مع النظام الخليفي والإصرار على إسقاطه لتتخلص البحرين من الفتن الطائفية وتحترم عقائد أهلها.